السلام عليكم في رمضان يعني كل حال اخواتنا هذو بعد الفطور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صح فطوركم. الله يسلمك خويا صالح. واش حكينا؟ راك تشوف انا قاعد في القهوه هذا فطرنا في الدار. فطرت مع حبيبي بليده. ساعه فطور بليده. اسمع عنده واحد يومين صدموا له لا بوليس هنا القضيه. سمعت نشوف على بالي. سمعت واش على زمو؟ زمو يحوسوا على القش. لك حالك حرقوا في البريك طمنا جاي يحوسوا القش فاز بيه. يتباع هنا. يتباع هنا. هما ما يروحوا يحوسوا من الدواء هما يصلوا لتوتنهام جاونا اه جاو لهنا واش تحكي للناس يعني غربا لا راني حاب ندير اهداء صغير نهديها كاع ولات بيلا مرات حوتي حي الفيدا حي الفيدا ناس بيلا مكاع وناس بومصار مكاع كارتي بوبيلا ونهديها بزاف بزاف لي سيبورتو تاع الحراج والجزائريين كاع اخويا والجزائريين كاع ويحياو ناس بيلا هكذا وناس بليدا بليديا كاع لاباس بيهم واش حكينا بليدا حكي لهم بليدا صح فطورك صعب يا صالح واش كنا صعب يا صالح واش كنا فيديو طلع شوفك صحابك حبابك واش قول لخوتنا في رمضان اخويا هم صحاب بمناسبة رمضان واش قول لكم صحابكم نهدوا على المدير نهدوا على المدير ديريكتور تاع فاس بي خويا صعب طورك يا خويا واش قلنا الزدمه اللي داروا هذه علاش الزدمه لا بوليس انا يا خويا والله ما نكذب عليك سما كاين الناس بسقسوا بزاف على الزدمه والله ما نعرف عليها صح ما كنتش انا كنت في البلاد هذا كل حال بصح كيما سمعت قال الزدمه هنا تقابلوا كاين ديجا تقابلوا كاين ديجا تقابلوا لهنا شويه ربعه ولا خمسه الفطور ومن بعد عزيزك داروا الزدمه صح هما قال لك زدموا عن بالهم حوايج تباعوا هنا تاع اللي تطنها هذوك الاخرين والله ما عندي علم تقدر تكون على هذيك ثاني بالك يا خويا المهم صحه فطوركم تزاد وبارك الله وشوف الناس يشوفوك شو يقول لهم والله غير سلمني على البلاد وعلى الناس السلام عليكم وقول لهم عيدكم مبارك ان شاء الله السلام عليكم مسبقا صح خوتي يعطيكم الصحة والصحة خويا صالح وصحة فطوركم على الحراشة كاع الجزائريين كاع الجزائريين السلام عليكم